وقال الله تعالى كذلك يحذر من كيد الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حدثنا القرآن عن نوع آخر من أنواع العداء، وهو عداء أهل الكفر وعداء مستتر، عداء أهل النفاق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال في العداء المستتر بعد أن بين للمؤمنين وجوب إعداد القوة المستطاعة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وكذلك من الأقرباء ما يكون عدوا، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. بين الله تعالى لنوح عليه السلام أن ابنه ليس من أهله، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وحدثنا عن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وحدثنا في سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عن أبي إبراهيم آذر. إذن من الأقرباء، من الأزواج، من الزوجات، من الأبناء ما يكون عدوا، ومن الصديق ما يكون عدوا، كما أشار القرآن الكريم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن النفس التي بين جنبيك ما يكون عدوا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن العداوات أقسام: ظاهرة ومستترة، قريبة ونائية. وهذا العداء اتخذ صورا وأشكالا في القديم والحديث، في التاريخ الحافل وفي الواقع الماثل، ليكون المسلمون على أهبة وعلى معرفة وعلى دراية من كل أصناف العداوات، وليتخذوا القدرة التي تستوجب منطق التدافع. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذه قراءة ورش. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قراءة حفص. هذه المدافعة هي سنة من سنن الحياة الكونية وسنة من سنن الحياة الشرعية. ندافع الأقدار بالأقدار، كما قال الإمام العارف عبد القادر الجيلاني: إن الناس إذا وصلوا باب القدر أمسكوا إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، أي نافذة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والمؤمن من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما للقدر. أن ندفع الأقدار بالأقدار، كما ندفع قدر الجوع بقدر الطعام، وقدر المرض بقدر الشفاء، وقدر المعاصي بقدر الطاعات، كذلك ندفع قدر الأعداء بالقوة المستطاعة التي نبذل لها الوسع ونستفرغ فيها الجهد، مع الاعتماد على خالق الأسباب ومسبب الأسباب. من صور العداوات قديما وحديثا محاولة اغتيال الرموز المتمثلة في صورة الأنبياء والرسل،
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بين يدي هجرته عليه الصلاة والسلام حالف وبين شابا فتيا من كل القبائل ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام قبل مغادرته إلى مكة. وحينما أراد أن يطلب تعويضاً لمن قتل من بني النضير على يد عمرو بن الحضرمي أرادوا كذلك أن يقتلوه، وتهامسوا أن يأخذوا الرحى فيصعد أحدهم من علٍ فيلقي بها فيشدخ النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نزل جبريل عليه السلام من عند رب العالمين جل في علاه ليخبره، فأقلع مسرعا نحو المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. وأرادوا أن يقتلوه عبر إهداء الشاه المسمومة التي أخبر الذراع نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه ذراع مسموم، المرأة اليهودية التي أهدت له ذراع الشاه. وأرادوا كذلك أن يقتلوه حين قفل راجعا من غزوة تبوك، فانفلت 12 رجلا من المنافقين وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحده وليس معه إلا حذيفة، فأرعب وجوههم فولوا على أدبارهم لا يلوون على شيء. وقد سجل القرآن هذه الحادثة حين قال وهموا بما لم ينالوا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم. صور كثيرة، قتل ابن الخطاب وهو في صلاته إماما، وقتل علي وهو ينادي الناس لصلاة الفجر في رمضان. هذا تاريخ العداء الذي يتمثل في استهداف الرموز والنيل منهم، إما نيلاً معنوياً بالتشويه والتشكيك، وإما أن يكون نيلاً مادياً فأبطل الله ذلك الكيد ودحر الشانئين وقال لنبيه الكريم إنا كفيناك المستهزئين. العدوان قد يكون عدواناً اقتصادياً، وقد رأينا الحصار في شعب بني طالب لثلاث سنين، ورأينا كيف أن هذا الحصار يتجدد في عصرنا في صورة رهن القروض بارتهان القرار والإرادة. رأينا في استلاب المقدرات وفي انتهاب الثروات وفي الحيلولة دون أن تبني الأمة ملكاتها من القدرات في الطاقة والتنمية وأن تستفيد من مواردها في ظاهر الأرض وباطنها. هذا الحصار الذي قد يكون حظراً اقتصادياً وقد يكون حصاراً مباشراً وغير مباشر عبر الشركات عابرة القارات وعبر البورصات العالمية التي تتحكم في قرارات مصيرية لدول وشعوب وحكومات. ورأينا العدوان السياسي الذي يكون على الأمة، محاولات تمزيق الأمة وتعضيتها وإشعال الفتن فيها، تارة بالصور العرقية وتارة بالطائفية البغيضة وأخرى بالدينية عبر قضية الأقليات وأخرى بغير ذلك، لتجزئة الأمة، تجزئة ما هو مجزأ وتقسيم ما هو مقسم. وما نراه اليوم في ساحة العالم العربي من فوضى ضاربة الأطناب ومن دماء تراق بلا حد ولا قيد ولا سد، إلا صورة من صور هذا العداء
حتى لا تنعم الأمة بوحدة ولا باستقرار ولا بطمأنينة ولا بسكينة. هنالك عداء تشريعي، محاولات ارتهان هوية الأمة عبر تشريعات تفرضها الأمم والمنظومة الدولية في قضية المرأة وفي قضية الجندر وفي قضية القيم وفي قضية السلوك، كل ذلك ليصوغوا من واقع الإنسان وبيئة الأسرة وحياة المجتمعات سلوكاً يتنافى مع هوية هذه الأمة وخصائصها الحضارية وقيمها التي تعتز بها. ويفرضون على هذه الدول أن توقع على هذه التشريعات والقوانين وأن تلزمهم بالقيام بمقتضياتها من واقع عملي في حياته. رأينا العداء الفكري الذي يكون تشكيكاً في العقائد، هدماً للثوابت، نسفاً للمسلمات، نيلاً من المقدسات. رأينا كل ذلك تحت دعوى الحرية التي لا تكون معها ضميمة المسؤولية. ولذلك تنادى العقلاء وتنادى الأحرار وتنادى أصحاب الضمير الحي مطالبين باستصدار تشريع دولي يحرم ويجرم الإساءة والنيل من الرموز، من المقدسات، من الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله، وأن ثمة فرقاً بين الحرية الفكرية التي يعرض الإنسان فيها رؤيته وحجته ودليله وبرهانه، وبين السباب والشتائم وغير ذلك مما ينال من عقيدة 1,600,000,000 مسلم على وجه الأرض. هذه صورة من صور العداء. رأينا هذا العداء الإعلامي الذي يحاولون عبر ما يسمى بالإسلاموفوبيا بث الكراهية، ليس من سلوك بعض التيارات التي قد تجنح هنا وهناك، وإنما بث الكراهية في أصول الدين، في الكتاب المقدس، في النبي المرسل، في هذا التشريع العظيم. هذه المحاولات التي لا تنقطع شيئاً فشيئاً، ومن خلال هذه الترسانة الإعلامية الفعالة التي تخطف الأبصار والعقول والأسماع وتؤثر على الوجدان، كل ذلك محاولة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. رأينا كذلك العدوان عبر أداة العولمة بما تبثه من الخلاعة والمجون وضياع القيم والسلوك، حتى تفتك بأعز ما يملكه الإنسان وهو قيمته الروحية المعنوية التي سما بها عن سائر المخلوقات. إذا رأينا أن هذا العداء يتخذ صوراً مادية ومعنوية، سياسية، اقتصادية، تربوية، إعلامية، اجتماعية، عسكرية، عبر حشود رأيناها واستعمار إحلالي واستعمار استيطاني نهب ثروات الأمم على مدى قرون وعقود من الزمان. رأينا كذلك عداء من خلال محاولة تسخير المنظومة الدولية، هذه المنظومات، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي أصبحت أداة طيعة لقوى الهيمنة والتسلط في الغرب لتتحكم في مصائر الشعوب ولتحول دون أن تعبر هذه الشعوب عن إرادتها وعن حريتها في نيل العيش والحرية والكرامة والعدالة. يحرصون على أن يطبقوا عليها بأنظمة باطشة ظالمة باغية لا ترقب في شعوبها إلا ولا ذمة، ليست موصولة،
لا بحبل من الله ولا بحبل من الناس. رأينا العداء في أبشع صوره وأجل أحواله فيما يقوم هذه الأيام على أرض المقدسات، على غزة العزة، على ديار أيوب ومحراب داود وعجائب سليمان ومهد المسيح ومهاجر الخليل ومهاجر الخليل ومنتهى الإسراء ومبتدئ الإعراء المعراج، أرض المحشر والمنشر، أرض الثبات والرباط، هذه الأرض التي وصفها الله تعالى بالبركة في 5 مواضع من كتابه الكريم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالأنبياء والمرسلين إماما، وهي أرض الطائفة الظاهرة القائمة لله بالحق، لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفسر أمر الله بأنه الريح التي تأتي في آخر الزمان فتقبض نفس كل مؤمن، ثم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ليس عجيبا من بني صهيون، فقد بين الله تعالى كيدهم ومكرهم وسعيهم للإضلال، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. كلمة يسعون جاءت بفعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، أي أنهم في سعي دائم دائم متصل لا ينقطع في الإفساد في الأرض. هذا سلوك، هذا ديدن هم يقومون عليه. ذكر الله تعالى: ويكيدون كيدا ويمكرون ويريدون أن تضلوا السبيل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه سنة نعرفها ببغيهم وكيدهم، وقد تحدث القرآن عن قتلهم الأنبياء وعن سفكهم للدماء وعن تحريفهم لكلام الله وعن نسبتهم إلى الله تعالى ما لا يجوز في حقه سبحانه. كل ذلك بينه الله تعالى، ليس عجيبا أن يصدر منه، وليس من دعواهم بالحق الديني أو الحق التاريخي في التوراة أن الله تعالى وعد إبراهيم أن يعطي هذه الأرض المقدسة، أرض الميعاد، لنسله. لماذا فهموا أن نسل إبراهيم هو إسحاق عليه السلام وحده؟ أليس إسماعيل جد نبينا صلى الله عليه وسلم هو الابن البكر لإبراهيم عليه السلام؟ فلماذا هذه القسمة الضيزة؟ ثم لماذا جعلوا النسل هو الامتداد المادي للولد؟ لماذا لم يربطوه بالقيمة العقدية الرسالية؟ كما قال الله تعالى لما قال إبراهيم: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، أراد أن يجعل الإمامة في ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الإمامة إنما تنال بشروطها، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. هذه الوراثة وراثة إبراهيم عليه السلام، بحسب زعمهم أن الله وعده أن يمنحه أرض الميعاد، وراثته انتقلت إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وإلى أمته بنص هذه الآية. ثم أما الحق التاريخي فالمعلوم أن أول من سكن الأرض هم اليبوسيون، هم قبائل الكنعانيون. إن الفترة التي وعام 15 هجرية تسلمها عمر، تسلم مفاتيح بيت المقدس وكتب العهد العمرية المعروفة، ومن ذلك ظلت في حوزة المسلمين 90 عاماً لم ترتفع فيها آذان ولا جمعة ولا جماعة، إلى أن جاء عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، فأجلوا الصليبيين
تسعة حملات صليبية وافتنا من الغرب، كل هذه الفترة التي قضاها هؤلاء القوم في هذه البقعة أقل من ثلاثة قرون، أقل من نصف ما مكثه المسلمون في الأندلس، قريبا من نحو ما مكثته هولندا في أندونيسيا. فلا للحق التاريخي يسعفهم ولا الحق الديني يسعفهم، فعلوا ما فعلوا. ما المخرج أيها الإخوة أمام هذا العدوان السافر وأمام هذا الصمت الدولي الرهيب؟ وليس صمتا، وإنما هو دعما وتواطؤا، لأن المنظومة الدولية لم تقم لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وإنما قامت لتحقيق سلم بني صهيون وأمن بني صهيون. وأحب أن أطلق هذا، لأن اسم إسرائيل اسم لا ينبغي أن يطلق عليهم، إن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. وأول اسم أطلق على بيت المقدس اسم يبوس، قديما في التاريخ ما قبل الميلاد، قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هو يعقوب عليه السلام، هم ينتسبون إلى الديانة اليهودية، ولكنهم انحرفوا بهذا الدين وأسسوا هذا الكيان الصهيوني الذي لا يرقب في أمتنا إلا ولا ذمة. وقع هذا التواطؤ الدولي ووقع الخذلان من الأصدقاء، ولذلك قلنا إن من العداوة هي عداوة الإنسان لنفسه، والنفس هنا لا أقصد بها الذات الفردية، وإنما أقصد بها الذات الحضارية، ذات الأمة المسلمة، أمة العقيدة، أمة الشريعة، أمة القبلة، أمة الحضارة، أمة التاريخ المشترك. هذه الأمة التي اليوم خذل كثير من حكامها، بل تواطؤوا مع هذا العداء السافر، كل ذلك لإضعاف المقاومة، لإسقاط المقاومة، لسحق المقاومة، لأن المقاومة جزء من التيار الإسلامي الذي قام في إطار الربيع العربي ضمن حركة الأمة التي قامت لنيل التحرر والإرادة ونيل الكرامة ونيل استقلال الإرادة. في إطار هذه الهجمة الشرسة المرتدة على المشروع الإسلامي في كثير من الدول، في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي غيرها، أرادوا كذلك أن يحطموا هذه المقاومة، ولكن الله سبحانه وتعالى أبطل كيدهم ودحر شانئهم، وكفى هذه المقاومة التي هي عزنا وشرفنا وكرامتنا، وهي تاج فخار على رؤوس الأمة، لأنها نابت عن الأمة بهذا الواجب الفرض، قامت به نيابة عن الأمة. الشعوب حيل بينها وبين الحدود لتدافع عن أقصاها ومسراها، وتقف مع إخوانهم في أرض المقدسات، ومع ذلك يقوم إعلام عربي بكل تبجح: نحن مع الشعب الفلسطيني، وعلى الشعب الفلسطيني أن يثور على حماس وأن يثور على المقاومة. ولذلك كان الضرب على المدنيين من الأطفال، من النساء، من الشيوخ، الضرب على المساجد والمنازل حتى يكون الضغط كبيرا على المقاومة، ولكن سبحان الله كان الرد الطبيعي من أرض المقدسات أن أحدهم يقبل ابنه الشهيد ويقول له: مبارك عليك الشهادة. يقول: نحن لن، لو دفعنا مهرنا، أبناءنا، كل ما نملك، نحن مع هذه المقاومة، سنقاتل إلى آخر قطرة من دمنا. هكذا كان الرد العملي لهؤلاء المدنيين الذين استهدفوا في منازلهم ومساجدهم ومتاجرهم وعقر دارهم، كان ردهم أنهم على قلب رجل واحد على هذه المقاومة، هذه المقاومة التي تعيش حصارا وجدارا، تعيش ألما
من بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا وينتمون إلى هذا الدين. ولذلك لا بد أن ندرك إدراكا صحيحا أن المخرج لكل هذه العداوات أنها ليست جديدة علينا، إنما هي قديمة قدم التاريخ. والله تعالى يقلب عباده المؤمنين بين المحن والمنح، بين السراء والضراء، بين العافية والبلاء، بين الصحة والمرض، بين الفقر والغنى، بين النصر وبين الهزيمة، ليستخرج منهم العبوديتين في الحالتين. والعاقبة للمتقين، والأرض يرثها من عباد الله أهل الصلاح. هذه حقائق إيمانية ينبغي أن تكون واضحة. صحيح أن القوة ليست متكافئة، ومن الذي قال إن القوة هي دائما القوة بمعناها المادي هي الحاسمة في ميدان النصر؟ هنالك خمسة أخطاء وقعت للأسف في الموقف العربي تجاه التعامل مع قضية فلسطين وقضية الأقصى. القضية الأولى أنها اختزلت من كونها قضية عقيدة تتصل بالأمة إلى ما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي. جردت الأمة، كم دولة عربية؟ 22 دولة عربية. كم دولة إسلامية؟ 57 دولة إسلامية. سمي بالصراع العربي الإسرائيلي لتجرد بقية الأمة غير الناطقة بالعربية من هذا الصراع. ثم بعد ذلك حوار السلطة الفلسطينية أو مفاوضات السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، اختزلت هذه القضية. عام 48 تحركت الجيوش، سبع جيوش عربية، صحيح أنها هزمت، ولكن الضمير الجمعي كان حاضرا في الأمة أن هذه قضية أمة لا ينبغي أن نتخلف عنها، وأنها قضية مقدسات نبذل فيها الغالي والنفيس والمهج والأرواح. ثم الخطأ الثاني ما يسمى بشعار السلام هو الخيار الاستراتيجي. أي سلام؟ من أوسلو ومن مدريد أكثر من 20 عاما اتضح أنه استسلام، اتضح أنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. لم يجني من هؤلاء الذين يجرون وراء السراب إلا الأكل والخمط، لم يجنون منه شيئا الأمر. ولذلك تبين أن المقاومة هو الطريق لاسترداد المقدسات طال الزمن أم قصر. والأمر الثالث مقولة أن أمريكا راعية للسلام. متى كانت أمريكا راعية السلام؟ هي تتحدى العالم بملء فيها وعبر رئيسها أنه مع أمن إسرائيل ودعم إسرائيل وقوة إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. قال هذا والعرب حكامهم وشعوبهم وإعلامهم يستمع إلى هذا ولا يكاد ينبس ببنت شفة على مستوى الأنظمة والحكومات إلا من عصم الله وقليل ما هم. متى كانت راعية؟ سخرت كل هذه، بل هذه المدارس التابعة لمنظمات الأمم المتحدة وتضرب ليل نهار على مرأة من العالم ومسمع ومن المنظومة الدولية، ولا تحرك المنظومة الدولية ساكنا، ويعتدى على الأطفال في مدارسها ولا تحرك ساكنا، ولا يمكن أن تسجل عقوبة ولا تحيل جرائم الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية. والأمر الرابع دعوى أن هذا الكيان هو القوة التي لا تقهر. القوة هذه قهرت قديما وحديثا، الإمبراطورية الرومانية والفارسية قهرت، وأمريكا قهرت على يد فيتنام، وفرنسا قهرت أمام أبطال أكثر من 1.5 مليون شهيد في الجزائر حينما رفع ابن باديس كلمته الشهيرة: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إضعافا له ما رام المحال من الطلب.
والمارينز في لبنان وفي الصومال وأطفال الحجارة ورجال المقاومة، كل هذا يؤكد على أن هذه الأسطورة ماتت، ماتت على يد صلاح الدين الأيوبي في الغزوات الصليبية، وماتت على يد سيف الدين قطز في غزوة التتار على بغداد سنة 658، وهي تقتلع من جذورها على أيدي رجال المقاومة كذلك. إذا لا ينخدعن امرؤ بذلك. هذا الأمر الرابع. والأمر الخامس، الخطأ الكبير، التشكيك في جدوى المقاومة. ما هذه الصواريخ التي لا تفعل شيئا؟ هي بثت الرعب في قلوب أولئك، وأصبحوا يدخرون أنفسهم للملاجئ والمغارات. كل ذلك زرعه الله تعالى، والرعب مما نصر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جنود الله التي لا يعلمها إلا هو، ويعلم آثارها في كيان بني صهيون. لا ينبغي أن نخفف من وطأة هذه المقاومة ومن دعمها ومن قوتها. ولذلك المخرج أيها الإخوة، أولا أن تصفي الأمة عدوان نفسها على نفسها، أن تصلح ما بينها وبين ربها وما بينها وبين نفسها. قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذن هذه الأمة لا رفعة لها ولا كيان ولا مقام بين الشعوب، لا بشرق ولا بغرب، ولا بتمالؤ ولا تكالب على استرضاء الغرب، إلا بأن تستقيم على جادة الكتاب والسنة، على هذا المنهج الذي جعله الله تعالى طريقا لاستقامتها وفلاحها ونجاحها في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني، أن ندافع ما استطعنا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. رد العدوان بمثله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. كل مسلم ينبغي أن يضرب بسهم في هذا الجهاد، وإن لم يكن يستطيع القتال، فهنالك فرق بين القتال والجهاد. القتال مفهومه أضيق، وهو ذروة سنام الإسلام، لكن الإنسان يجاهد بالكلمة، يجاهد بالدعاء، يجاهد بالنية الصادقة، يجاهد بالمال، يجاهد بالمؤن الطبية، يجاهد بالقوافل الإغاثية، يجاهد بالبعد الإنساني، يجاهد بتخذيل المنافقين والمرجفين. صور الجهاد كثيرة، كل مسلم ينبغي أن يضرب بسهم فيها. ونحن ها هنا لا نقول تبرعوا لأهل غزة، لأن التبرع تفضل، إنما هذا جهاد بالمال، بل حق واجب متعين علينا، وأن نخلفهم في أهلهم بخير. صور الجهاد كثيرة. الأمر الثاني، عدم الخوف ومن راية الأعداء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حققوا شرط الإيمان ليتحقق لكم العلو عليهم. والله تعالى وعدنا بسنة ماضية: وإن عدتم عدنا. ما دام أنهم عادوا على الاستطالة في الأرض، فالله تعالى يعود عليهم بسنته بأن يسلط عبادا أولي بأس شديد يجوسون خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. إذن هذا معنى من المعاني التي ينبغي أن تكون حاضرة. وأيضا ألا نستمع إلى المخذلين، إلى المرجفين، إلى المثبطين في الأمة، كما قال الله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. هنالك من يرجف، والإعلام يلعب دورا كبيرا في العالم العربي والإسلامي في تخفيف هذه المسألة. أعني اندفاع الأمة نحو مساندة المجاهدين بالتشكيك
في قدراتهم وبالتركيز على ضحايا المدنيين. وهنالك من يتبجح بأن نتنياهو يضرب هؤلاء. أرأيتم كيف أن الأمور قد اختلت مع موازينها واضطربت معاييرها؟ أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. أمتي كم صنما مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. رب وامع تصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم. لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. المجاهدون في أرض الرباط والثبات يقولون لسان حالهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يرجون من الله مدده ونصره وعونه، يرجون كلاءته وحرزه وحماه. فعلوا المستطاع بالنسبة لهم حسب مقدورهم، ولكن كثيرا من هذه الأمة استبطنت النفاق على مستوى الأنظمة والحكومات ولم تخذلهم فحسب، وإنما ناصرت أعداءهم الذين هم أعداء هذه الأمة ظنا أن هذا سيطيل بقاءهم وعمرهم في كراسي الحكم، ولا يعلمون أن هذا بين آجال الله التي لا يستطيعون معها قبضا ولا بسطا. أيها الإخوة، إن كنا قد فاتنا شرف القتال مع إخواننا في أرض المقدسات فلا أقل من أن نعيش همومهم وآمالهم وآلامهم، من أن نكثر الدعاء لهم. وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوت النوازل في الصلوات الخمس عقب الرفع من الركوع، في الركعة الأخيرة نقنت قنوت النوازل، الدعاء سهام القدر في ليالي السحر من كل أشعث أغبر لها مدلول عظيم لا ينبغي أن يقلل المؤمن من شأنه. كذلك هذه القوافل الطبية والإغاثية والإنسانية والمؤن بكل صورها وأشكالها ينبغي أن تكون حاضرة. علموا أبناءكم، أنشئوا لأولادكم صناديق يضعون فيها جزءا من فطور الصباح وهم يذهبون إلى المدارس، ليشعروا بأنهم يشاركون مع الأطفال الذين يموتون شهداء في تلك البقعة المقدسة. حركوا هذه الهمة، المسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وأن لا نفقد ثقتنا بالله وأملنا بوعد الله ونصر الله تعالى لهذه الأمة. هذه الأمة أمة مرحومة، مهما تكالبت عليها الخطوب وادلهمت عليها المحن فلن يغلب عسر يسرين، وسيجعل الله تعالى المحن في طياتها الكثير من المحن والكثير من العافية والكثير من زوال هذا الابتلاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة الكرام، إن إخوة لكم من جراء هذه الأمطار التي نسأل الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها البلاد والعباد، قد تضرروا فسقطت منازلهم وشرد بعضهم، وهذا هو واجب التكافل الاجتماعي، ألا نقف مكتوفي الأيدي وأن نعين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع الندوي المدني والقوافل ونحو ذلك من الكساء والمأوى وغير ذلك مما نعين به إخواننا
الذين تضرروا، سواء كان ذلك في العاصمة وأطرافها أو في الولايات، فهذا حق المسلم على المسلم أن ينصره في موطن ينبغي أن ينصره فيه. هذا وصلوا على النبي الكريم حيث أمركم الله بذلك، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم على نبينا محمد في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك وانزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين أهل المقاومة في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، ولعدوهم خاذلا ومهينا. اللهم عليك ببني صهيون فإنهم لا يعزونك، أنزل عليهم بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين وسدد رميتهم وانصرهم على عدوهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم، تقبل شهداءهم واشف جرحاهم وثبت قلوبهم على الحق يا رب العالمين. وأرنا في بني صهيون من عجائب قدرتك ما يردعهم ويدحر شانئهم يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، نشكو إليك تفرق المسلمين ووهن العرب وتخاذل بعض الأنظمة في نصرة إخواننا. اللهم رد هؤلاء إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم من أراد بديننا وأمتنا ومقدساتنا ووطننا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم كيدا وشرا فاجعل الدائرة عليه، وأنزل عليه بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين الذين تأثروا بالسيول والأمطار، اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وخفف أثر المشردين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.